السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد موجه لتلاميذ السنة الرابعة من التالي الابتدائي كراسة الواضح في اللغة العربية. اليوم إن شاء الله سنتطرق للجزء الأول من نص مسترسل سر التفوق، أو النص المسترسل المندرج في الوحدة الرابعة، وحدة الفلاحة والصناعة والتجارة. الجزء الأول بعنوان حب متبادل، والجزء الأول من بداية النص إلى أول مصدرين لخيرات أراضيكم. نبدأ على بركة الله. أتهيأ للقراءة، أتأمل الصور الآتية وأذكر من خلالها صحبة أفراد مجموعتي أكبر عدد ممكن من الحرف والمهن. أتأمل الصور، لأن هنا أربعة ديال الصور، وأذكر من خلالها صحبة أفراد مجموعتي أكبر عدد من الحرف والمهن. إذا نلاحظ في هذه الصور مجموعة من المهن والحرف. الصورة الأولى كما تلاحظون صورة لتاجر أقمشة وتجارة الأقمشة، تدخل في التجارة، في مجال التجارة. الصورة الثانية نساء يقمن بنسج الزرابي، وهي حرفة يدوية تدخل في مجال الصناعة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لفلاح أو فلاح يقوم بجمع محصوله، وهذه الصورة تدخل في مجال الفلاحة. الصورة الرابعة لحداد يقوم بتليين الحديد، وتندرج هذه الحرفة في مجال الصناعة، أيضا حرفة يدوية. إذا نلاحظ في هذه الصور مجموعة من المهن والحرف. الصورة الأولى لتاجر أقمشة وتدخل في مجال التجارة، تندرج أو تدخل، نقدر نقول تندرج. الصورة الثانية نساء يقمن بنسج الزرابي، وهي حرفة يدوية تدخل في مجال الصناعة، كذلك هنا ما كانت تدخل نقول تندرج. الصورة الثالثة لفلاح يجمع محصوله، وهذه الصورة تندرج في مجال الفلاحة. والصورة الرابعة والأخيرة لحداد يقوم بتليين الحديد، وتندرج هذه الحرفة في مجال الصناعة، وهذه أيضا حرفة يدوية. ثانيا يختار كل واحد منا ثلاث حرف يرتبها ترتيبا تفاضليا، ونناقش أسباب التفضيل. هنا كل متعلم أو متعلمة غادي يختار ثلاثة ديال الحرف ويرتبها تفاضليا، أي الحرف يفضل، واحد اثنان ثلاثة، ويناقش مع الأصدقاء ديالو أسباب تفضيل هذه الحرف أو تفضيل حرفة عن أخرى. ننتقل لألاحظ وأتوقع. ما علاقة عنوان النص سر التفوق بعنوان الجزء الأول حب متبادل؟ إذا علاقة عنوان النص سر التفوق بعنوان الجزء الأول حب متبادل، ربما أحد الأشخاص الظاهرين في الصورة سر تفوقه في حرفته هو حبه لها واحترامه للناس. هنا نقول احترام الناس أو احترام الناس له. هذا كله قبل، أكيد قبل قراءة النص. علاقة عنوان النص سر التفوق بعنوان الجزء الأول حب متبادل، ربما أحد الأشخاص الظاهرين في الصور، هنا في الصور، سر تفوقه في حرفته، سر تفوقه في حرفته هو حبه لها واحترامه للناس أو احترام الناس له. السؤال الثاني، أحدد الصورة التي تمثل الحرفة الأكثر رواجا بمدينتي. إذا أنا بالنسبة لي من خلال الصور اللي شفت، الحرفة الأكثر رواجا في مدينتي هي تجارة الأقمشة. الحرفة الأكثر رواجا في مدينتي هي تجارة الأقمشة. السؤال الثالث، من خلال العنوان والصور أتوقع مضمون النص. إذا من خلال العنوان والصور أتوقع أن يتحدث النص عن حرف مختلفة وسر نجاح الناس الذين يمارسونها. إذا
من خلال العنوان والصور أتوقع أن يتحدث النص عن حرف عن حرف مختلفة وسر نجاح الناس الذين يمارسونها. أفهم وأحلل. أشرح الكلمات الآتية باعتماد السياق أو بالرجوع للقاموس. خصال يتوانى تضاهيها. خصال. بداية أصدقائي، سنقرأ الجزء الأول من هذا النص. أقرأ النص بصوت مرتفع وأنتبه لعلامات الوقف والمواقف والمعبر عنها. أقوم قراءة بالاحتكام إلى شبكة ملاحظة الأداء القرائي. سر التفوق. صالح من كبار رجال المدينة، كان محبوبا بين أولاده، يهتم بشدة بمصلحة أقاربه وجيرانه، وهي شغله الشاغل. كما كان محبوبا من قبل أهل المدينة جميعهم، الكل يثني عليه بسبب خصاله الحميدة ومواقفه النبيلة. يحنو على الصغير ويعطف على الكبير، يولي اهتماما زائدا بكل من في المدينة، خصوصا منهم التجار والحرفيون، فهو لا يتوانى في زيارتهم والسؤال عن أحوالهم من حين لآخر. يتفقد التاجر في متجره، والصانع في مصنعه، والفلاح في الحقل في حقله عفوا. إذا سألت عنه تاجر الأثواب والملابس مثلا، يقول لك: كل الثياب التي يرتديها هو وأبناؤه من صنع أيدينا، خصوصا أقمشة الصوف والكتان التي ننسجها. أما الفلاح فيقول لك عنه: يشجعنا دوما ويحثنا على الاجتهاد للوصول إلى إنتاج أوفر وجودة عالية لا تضاهيها منتجات أقطار أخرى. يخاطب الفلاحين دائما: ضاعفوا جهودكم حتى تصبحوا أول مصدرين لخيرات أراضيكم. إذن السؤال الثالث: أشرح الكلمات الآتية باعتماد السياق أو بالرجوع إلى القاموس. خصال يتوانى تضاهيها. إذن كلمة خصال: خلق يكون في الإنسان حسن أو سيء، أو صفات. خلق أو صفات يكون في الإنسان، الصفات تكون في الإنسان حسنة أو سيئة. يتوانى: مقصر في عمله، غير مهتم، مهمل. يتوانى: مقصر في عمله، غير مهتم، مهمل. تضاهيها، تطابقها، تماثلها أو تشبهها. تضاهيها، تطابقها، تماثلها، تشبهها. السؤال رقم 4: أجيب عما يأتي. كيف كانت مكانة الوالد بين أولاده وأهله ولماذا؟ إذن كان محبوبا بين أولاده، يهتم بشدة بمصلحة أقاربه وجيرانه، وهي شغله الشاغل. كما كان محبوبا من قبل أهل المدينة جميعهم، الكل يثني عليه بسبب خصاله الحميدة ومواقفه النبيلة. إذن كان محبوبا بين أولاده، بين أولاده وأهله، بسبب خصاله الحميدة ومواقفه النبيلة. إذن كان الأب محبوبا بين أولاده وأهله لأن خصاله كانت حميدة، وكذلك مواقفه النبيلة مع الجميع. كان الأب محبوبا بين أولاده وأهله لأن خصاله كانت حميدة، وكذلك مواقفه النبيلة مع الجميع. السؤال الموالي: حدد الكاتب في الجزء الأول حرفتين أذكرهما وأبين على ما تعتمد كل واحدة منهما. إذن الحرفتين اللتان ذكرهما الكاتب في هذا الجزء هي حرفة التجارة، تجارة الأثواب، والفلاح.
تجارة الأثواب، تاجر الأثواب، لاحظوا هنا، والفلاح. ولماذا وأذكرهما وأبين على ما تعتمد كل واحدة منهما؟ إذن الحرفتين اللتين ذكرهما الكاتب هما تجارة الأثواب والفلاح. تاجر الأثواب يعتمد على الأقمشة من الصوف والكتان. تاجر الأثواب يعتمد على الأقمشة من الصوف والكتان. والفلاحة تعتمد على الإنتاج. فلاحة، سأكتب هنا فلاحة. والفلاحة تعتمد على الإنتاج والجودة والاجتهاد للحصول على منتوج أوفر. إذن أعيد، الحرفتين اللتين ذكرهما الكاتب هما تجارة الأثواب والفلاحة. تاجر الأثواب يعتمد على الأقمشة من الصوف والكتان. والفلاحة تعتمد على الإنتاج والجودة والاجتهاد للحصول على منتوج أوفر. أيهما تفضل ولماذا؟ علل جوابك. هنا يعني كاين واحد الجزء من المتعلمين سيختارون الفلاحة والجزء الآخر سيختار التجارة. إذن أفضل الفلاحة لأن بفضلها يصلنا الغذاء اللازم لحياتنا من خضروات وفواكه وقمح وحبوب متنوعة. هذا سبب تفضيلي للفلاحة. أفضل الفلاحة لأن بفضلها يصلنا الغذاء اللازم لحياتنا من خضروات وفواكه وقمح وحبوب متنوعة. أفضل التجارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بها. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بالتجارة. ننتقل لأركب وأقوم. ألخص النص شفهيا، ألخص شفهيا هذا الجزء من النص في ثلاث جمل مفيدة بعد تحديد أفكاره الرئيسة ووضع عنوان مناسب له. إذن الأفكار الرئيسة لهذا الجزء: حب الأهل والناس لصالح بسبب أخلاقه الحميدة، تشجيع صالح للتجار والحرفيين، مخاطبته للفلاحين لأجل مضاعفة الجهود. إذن أفكار رئيسة: حب الأهل والناس لصالح بسبب أخلاقه الحميدة، تشجيع صالح للتجار والحرفيين، مخاطبته للفلاحين لأجل مضاعفة الجهود. مخاطبته أو حثه، حثه، حتى كلمة حثه صحيحة. بالنسبة لعنوان الجزء نستطيع أن نقول صالح المحبوب، صالحنا المحبوب، أو الرجل المحبوب. هذين عنوانين لهذا الجزء: صالح، صالحنا المحبوب، الرجل المحبوب. تلخيص هذا الجزء: صالح رجل من كبار المدينة يحبه أهله وجيرانه بسبب صفاته الحميدة ومواقفه النبيلة. يهتم كثيرا بالتجارة بالتجار والحرفيين، ولا يلبس إلا الثياب التي صنعت يدويا، ويحث الفلاحين دائما على الجد ومضاعفة الجهود للحصول على إنتاج وفير وجودة عالية. هذا هو تلخيص هذا الجزء. أعيد: صالح رجل كبار المدينة يحبه أهله وجيرانه بسبب صفاته الحميدة ومواقفه النبيلة. يهتم كثيرا بالتجار والحرفيين، ولا يلبس إلا الثياب التي صنعت يدويا، ويحث الفلاحين دائما على الجد ومضاعفة الجهود للحصول على إنتاج وفير وجودة عالية. ننتقل للسؤال رقم 2: أستعرض ما قد تؤول إليه أحداث النص. إذن ربما قد يشجع صالح أبناءه على ممارسة إحدى الحرف. أحداث النص: ربما قد يشجع صالح أبناءه على ممارسة إحدى الحرف، وربما يفتتح
صالح شركة أو مصنع للنسيج. ربما يفتتح صالح شركة أو مصنع للنسيج. هذه توقعات للأحداث اللي غتجي من بعد في النص. السؤال رقم 3، اذكر بعض الألبسة التي كانت ولا زالت تصنع باليد. بعض الألبسة التي كانت ولا زالت تصنع يدويا: القفطان، جلباب، الحايك، السرائد الصوفية اللي كانت تسمى التريكو. السرائد الصوفية تصنع يدويا، إلى غيرها من الملابس. أنشئ جملة أحاكي فيها قول الكاتب: كان محبوبا من قبل أهل المدينة. كان محبوبا من قبل أهل المدينة. إذن نستطيع أن نقول: كان المريض يحظى باهتمام الأطباء. كان المريض يحظى باهتمام الأطباء. كان تلميذ يحظى باهتمام الأستاذ. إذن كان المريض يحظى باهتمام الأطباء. كان التلميذ يحظى باهتمام الأستاذ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. إن شاء الله الأجزاء المواليه غنحاول نشارككم معكم في هذا الاسبوع بحول الله وقوته. مع السلامه.